لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. اللهم صل عليه. اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا. صلوا عليه الخير يجينا. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع الصحابة أقبل ثلاث أشخاص أقبلوا، واحد منهم دخل فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة، الثاني جلس آخر الصف خلفهم، الثالث مشى ترك المجلس وانصرف. فلما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا أحدثكم عن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، هذا اللي جاء وجلس في الصف مع الحلقة، أوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا، اللي قاعد وراه، فاستحيا الله منه. وأما الآخر الثالث فأعرض الله عنه. إذا أردت من الله تبارك وتعالى أن يعطيك، أن يأويك، أن يرزقك، أن يوسع عليك، أن يقضي همومك ومشاكلك، أن يعينك في المصائب والابتلاءات التي تصيبك الآن، فهل أنت أويت إلى الله؟ إحنا نطلب من الله عز وجل أن يعطينا، ونطلب من الله عز وجل أن يرزقنا، لكن السؤال: هل نحن تحركنا نحو الله؟ أم طلب المتقاعسين المتكاسلين؟ شوف، الذي أوى إلى الله آواه الله، هو تحرك وبذل السبب وأتى إلى الله تبارك وتعالى واجتهد وجلس. أما الذي أعرض، اللي راح، أعرض الله عنه. إذا أنت تعرض عن النصيحة، وتعرض عن الكلمة الطيبة، وتعرض عن صلاة الجماعة، وتعرض عن مجالس الذكر اللي فيها خير وفيها أجر، كيف تريد من الله تبارك وتعالى أن يهديك؟ الهداية لا تأتي هكذا يا أحباب، هي من الله تبارك وتعالى، وأنت تبذل السبب لتحصيلها. وإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. حرك نفسك لله، تحرك لله، وانظر كيف الله عز وجل يسخر الكون لك أنت يا أحباب. الإنسان لو حرك النية فقط، أنا ما أتكلم عن الجوارح والجسد، لو تحرك النية تأخذ عليها أجرا عظيما. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بحسنة، يعني إذا عزم الإنسان في قلبه هم بحسنة أن يسوي شيء في أجر وخير وبركة فلم يعملها. تقلت بتروح تحضر إلى مجلس ذكر، درس، محاضرة، لكن أتى مانع ومنعك وصرفك عن هذه المحاضرة وما قدرت تروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتبها الله له حسنة كاملة. الله أكبر، يعني خذيت الأجر بالنية. شوف، حرك نيتك يتحرك الأجر إليك. فإن هو عملها، سويت الحسنة، 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. شوف الله عز وجل كيف يتعامل معنا، ونحن كيف نتعامل مع الله. يحتاج الإنسان يا أحباب أن يحرك من نفسه. بعض الناس يقول الهداية من الله، وأنا أنطر الهداية من الله، الله عز وجل بيد الهداية، الله يهدي. وأنا أقول لك الرزق بيد الله عز وجل، أليس الله عز وجل هو الرازق؟ مو هو اللي يرزق؟ ليش تقوم من الصبح وتروح الدوام وتجلس في الدوام من بداية توقيت العمل إلى نهايته ما تخرج وتقلل من الاستئذانات؟ ليش؟ لأجل أن تحصل على الرزق. اقعد في بيتك وانتظر الرزق من الله، أليس الرزق بيد الله؟ اقعد في البيت والله يرزقك. لكن شوف الإنسان كيف يتعامل في الأشياء التي يريدها على هواه، والأشياء التي يأمرنا الله عز وجل بها الإنسان يبحث ويسوف فيها. احنا نقول يا أحباب تحرك لله عز وجل، وحرك نفسك لله، واجتهد، وانظر كيف يسخر الله تبارك وتعالى كل شيء لك.
وإن هذه الحياة اللي تعيشها بعيدة عن ذكر الله عز وجل قد تكون بسبب الجفاء بين الإنسان وبين الأعمال الصالحة. قد يشعر الإنسان يعني أول لحظة دخول المسجد بثقل، لكن هذه أول مرة ثاني مرة. حتما إن استمريت على طريق الطاعة والخير ستجد الطمأنينة، وستجد الملائكة كما يقول ابن القيم رحمه الله تدفعك إلى الخير والحسنات دفعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما سمعنا، إن كان من صواب فمن الله تبارك وتعالى وحده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه، اللهم صل عليه. اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا، صلوا عليه الخير يجينا.